كابتن محمود، عايز اتكلم على ظاهرة موجودة دلوقتي، يمكن الناس كلها بتتكلم عليها، وهو محمد عبد الشافي. مش علشان الهدف اللي سجله قدام الاتحاد السكندري، لكن على الأداء. وخليني أقول لك بمنتهى الأمانة، لما نادي الزمالك قرر إنه يرجع محمد عبد الشافي، أنا كنت مقتنع إن نادي الزمالك مرجعه عشان يكرمه، وإن اللاعب راجع علشان يلعب موسم وخلاص وكل سنة وأنت طيب. لا خلينا أقول، لكن بلاقي إن هو، وقلت تحديدا، لا هيقدر على عبد الله جمعة ولا هيقدر على أحمد فتوح. ألاقي العكس، إن محمد عبد الشافي اللي هو أكبر اللاعبين سنا وكابتن الفريق بيلعب على الاثنين دول، وفي نفس الوقت بيجيب مكسب مهم جدا طبعا لفريقه قدام الاتحاد السكندري، وكمان لا بسمع له صوت ما تحسش بيه، ولا بسمع له بيطلب فلوس، ولا بيطلب ماديات، ولا اي مشاكل. الظاهره دي وهي ظاهره ايجابيه موجوده في الدوري، دي مش ما بتتكررش، دي حاله فريده داخل نادي الزمالك، ولا هي حاله فريده داخل الدوري؟ ده حاله فريده في مصر كلها يا اسلام. يعني انت لما تلاقي لعيب بالاسم ده والتاريخ ده، لا دي يعيش حاله الاحتراف. هو ده لعيب كويس، بيتمرن كويس، بيلتزم، بيبقى تحت امر النادي، امر المدير الفني، انه يبقى موجود في اي وقت. لكن انا في اعتقادي ان محمد عبد الشافي من احسن باكات ليفت اللي جت في تاريخ مصر. لا لعيب كويس جدا، لعيب ملتزم، لعيب راجل تسمعلوش صوت. حتى يمكن حصل موقف الماتش اللي فات، في ناس كتير جدا لما شيكابالا بيغير وراح مدي اشاره لايمن حفني، حتى هو استاذن اللعيبه، يمكن محمد عبد الشافي. انا اعتقد ان اللعيبه دي روح كويسه وروح موجوده في نادي الزمالك. لكن محمد عبد الشافي لا، لعيب كويس جدا، لعيب راجل، لعيب بيتمرن كويس، لعيب تحت امر النادي. هو ده اللعيب اللي بيلتزم يا اسلام. الحاجه الثانيه، كان جاب جون، وانا بقول لك الجون ده هيبقى ليه مفعول السحر في الفتره اللي جايه، لان جه في وقت قاتل، ان هو ابتدى ان انت تبقى موجود في الحته ديت وبيهاجم، او في الحته ديت وبتواجد في الحته ديت. لا الجون ده يمكن، عايز اقول لك على حاجه، يمكن هو الاغلى لنادي الزمالك هذا الموسم بتاع محمد عبد الشافي. لا لعيب كويس جدا وملتزم وراجل، اعتقد انه ممكن يكمل في الحته ديت. اللي عنده خبرات، بيعرف امتى يهاجم وامتى يدافع، ملتزم في الملعب. لا ولعيب كوره كمان يا اسلام، وعنده سرعات. لكن انا بقول لك نموذج مش هيتكرر في حته في مصر تاني زي ممكن تلاقيه في المنتخب، ولا السياسه اللي بيتبعها حسام البدري اللي هي تخفيض اعمار اللاعبين او الاعتماد على لاعبين معينين، تصعب من ان هو يعتمد على او يضم لاعب زي محمد عبد الشافي؟ لا محمد عبد الشافي اساسي وبيلعب في نادي كبير ومستواه ثابت. اعتقد ان الكابتن حسام محتاج الخبرات دي، محتاج ان انت تبقى متواجد. انا النهارده عندي سن كبير، لكن اللعيب بادي وضغط وعامل ماتشات كويسه، فاعتقد انه يستحق ينضم لمنتخب مصر. فبالتالي انت عندك لعيب بيتالق. انت مين عندك في باك ليفت في مصر؟ عندكش بنفس الخبرات او بالرجوله او بالحرفنه او بالخبرات اللي موجوده عند محمد عبد الشافي. لكن احتاج كابتن حسام البدري هيحتاجه الفتره اللي جايه وهيبقى متواجد في منتخب مصر. بالمقارنه الناحيه الثانيه، احمد فتوح كان عامل مشكله، ساب المعسكر على اثرها، ده بيقلل من فرص تواجده مع الزمالك الفتره اللي جايه، بسبب ممكن عايز يلعب، عايز يشارك، فاكر ان هو طبعا كان عشان موجود في مع المنتخب الاولمبي، فبالتالي لما يرجع يشارك مع الزمالك هيشارك اساسي. ف المشكله ديت او المشاكل ديت ممكن تضر لاعب رغم ان هو بيمتلك امكانيات كويسه، احمد فتوح، لكن على المدى البعيد ممكن تضره خلال الفتره اللي جايه. ما انا كلاعب يا اسلام لازم اقتنع اللي بيلعب في مكان كويس، واقتنع ان انت لما بتقعد احتياطي مش قاعد احتياطي عشان انت وحش. لا لو قدامك يبقى فيه منافسه وبيأدي بشكل كويس جدا، فما اعتقدش ان لا، فاعتقد ان الراجل مش هيدوس على اي مشاكل، سواء كمان مع اللعيبه او خبرات اللعيبه اللي موجوده، اكيد هتدوس على المشاكل. اكيد اللعيب اللي هيعمل مشكله الفتره الجايه هو اللي خسران. فاعتقد ان احمد فتوح لعيب كويس، لكن ما اعتقدش ان انت تبقى متواجد تلعب، مش هتؤمر ان انت تلعب، او ان انت تبقى، او شرط اساسي ان انت تبقى متواجد اساسي وتلعب. لكن عبد الشافي بيأدي بشكل كويس جدا، اكيد لما احمد فتوح يبقى موجود اكيد المشكله
هتأثر على الزمالك، ودي حاجة كويسة ان انت النهاردة تسيب معسكر وانت في امس الحاجة لأي لعيب يبقى متواجد، فما اعتقدش ان انت الفرقة مستحملة مشاكل يعني. لكن حمد عبد الشافي لعيب كويس وبيأدي بشكل كويس جدا وراجل في الملعب، فاعتقد ان انت لما تقعد تبقى مقتنع ان انت قاعد. نفس الامر برضه عبد الله جمعة، يعني عبد الله جمعة مستبعد من حسابات كثيرون بقاله فترة بسبب طبعا الخلاف على تمديد تعاقده والفلوس اللي طالبها والمشاكل اللي حصل معاه. فهل تفتكر ان ممكن كارتيرون يفكر ان لو هو استمر الموسم الجاي ان عبد الله جمعه ما يكونش موجود؟ بص خليني اقول لك يا سام، اللي هيكمل اخر 6 ماتشات او ينهي الدوري مع كارتيرون هم اللي هيبقى موجودين معاه، وهيفكر في صفقات لتدعيم الفتره الجايه سواء في الناحيه اليمين او سيرد باك او نص الملعب او فراوده. لكن اعتقد اي حد هيعمل مشاكل مع كارتيرون في الفتره دي بالذات مش هيبقى اللي هم فتره الخمس ماتشات دول هم مش هيبقى موجودين معاه في الفتره اللي جايه، خصوصا ان انت في روح في نادي الزمالك الفتره اللي احنا شايفينها ديت في المنافسه. لكن الراجل معتمد بشكل اساسي على 12 13 لعيب هم اللي موجودين في الملعب، هم اللي هيكملوا معاه الست سبع ماتشات اللي باقيين او 5 ماتشات اللي باقيين، فاي حد يعمل مشاكل هو اللي خسران وهيبقى بره نادي الزمالك الفتره اللي جايه.